ضربة الترجيح سوريا إيران عدنان توقعاتك يمكن 4-2 لمين؟ لسوريا دقة هذا الفيديو رح نعرضه نربحنا ونربحنا إن شاء الله إنجاز توصل قدام إيران لركلات الترجيح إنجاز يعني مرشح للبطولة إيران ليش الكنز صغير عليك عدنان؟ يا رب يا رب نجم اللقاء نجم اللقاء أحمد مدنية أحمد مدنية نحن كان لازم نحسم المباراة قبل ما نفوت ركلات الترجيح كنا أفضل منتخب الإيران انتهى آخر دقائق انتهى أبدا يعني ما عاد عنده لا مجهود بدني ولا طاقة وصار حارس ضيع وقت أول شوطة إيران يا رب برا يا رب يسوق أو برا يلا يلا يا مدنية يلا كريم أنصاري العالي قد ما فيك على لفوق صعبة صعبة طبعا هي حظ ايه حظ حظ وشوية تركيز يلا للتاريخ ان شاء الله يا رب يا رب مش هو اسمه من امام احمد مدنية يلا يا مدنية يلا يا مدنية يلا تعلقت بالمباراة كملها لا كان بده يصده والله حرام حرام في الترجيحيه الاولى بدخيلك نط على نفس الجهه على اليمين على اليمين والله نط على نفس الجهه مو اي والله ليك 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 والله كان بده يصدها والله العظيم على نفس الجهه باتجاه مين هاي الثاني صوته بابلو صباط بابلو صباط خانه هو الخريبين على ضربه الجزاء بالمباراه كان هو بده يشوطها أنا كان مع إنه الخريبين يشوط بس الخريبين ما موجود هلا حاليا ضربات الترجيح يا رب يا رب يا بابلو يا رب يا رب يا رب هدوء يا رب دخيلك وين شاط على النص منيح ما شاط بالمباراة منيح ما شاط بالمباراة والله بالنص لك حرس لك لك الز لك يا حرس يو 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 يا والله آه. كان سهلة يا أو يا 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 كان بده يضيعها كان حرس نفذت يا بابلو بديش لا بدي شوط بالمباراة نحن ما شوطت نحن ما شوطت مين؟ مين هذا؟ مين؟ يلا يا مدنية يلا نفس الجهة وتصدق وين؟ وين وين وين؟ وين وين وين؟ أوه يصدق؟ روح من السهل كان سهلة صعب الحارس كان كان صعب الحارس حرام والله الضيم والله كان بده يصدها والله والله مو نفس زيها لك لك أول مرة نط المدنية على اليمين هلا نط على اليسار مهم نحن نضل عم نسجل إن شاء الله مهم فهد يوسف فهد يوسف فهد يوسف فهد يوسف نزل بديل خبرتك يا فهد يوسف هدوءك يا فهد يوسف يلا يا فهد يلا يا فهد لا بس تحرك الحارس كيف تحرك حرام مو مهدي مو مهدي لا تخصك وحدك انت تعود بخيبه امل هي مو بغير جماهيري كلها بالنسبه للجماهير السوريه هذا طبعا لله احنا نعدي فيما لو يعني الامور لم تذهب الى المسار الذي اراده الجمهور السوري هاي مره لازم لازم تصدق لازم تصدق يا مدني
لازم. يلا يلا مدني، شيل لك طابة، شيل لك طابة يا مدنية، شيل يا طابة، شيل يا طابة، شيل يا مدنية. سيل. لا والله العظيم ما تصح. شلون والله صح، والله صح على اليمين، والله رمشت بيده اقسم بالله، رمشت بيده اقسم بالله للمدنية. ايهم اوسو مدافع 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 مشوب ايهم اوسو، ايهم اوسو تسبب بركلة جزاء. ايهم اوسو، ايهم اوسو بس هالمرة لازم يصدها، هالمرة لازم يصدها، هالمرة لازم يصدها وبعدين يخسر خالص. يعني لسه شوطين لازم تشوط صد واحدة، تشوط واحدة ما تشوط واحدة، لازم تصد واحدة يا مدني. يلا هالمرة لازم يصدها، انه الرابع وما عندنا هلا بسنين. يلا يا مدني شيل طابة، شيل طابة ترجعنا بس، بس شيل طابة يا رب، بس شيل طابة يا رب. يا لا 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 صدق صدق بوحدة، لا أربع شوطات على اليمين. والله أربع شوطات، أربع شوطات على اليمين، حرام حرام والله. لازم كنا نفصل قبل ما نوصل لركلات الترجيح والله العظيم. والله كان مين؟ أربع ركلات ترجيحية على الدالي، على الدالي، على الدالي، على الدالي. يلا يا دالي، لا ما تضيع، ما تضيع ان شاء الله. لا على الدالي، هدو، هدي 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 يا دالي، هدي 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 هدي. وقف لقلبي والله العظيم، وقف لقلبي يا رجل. وين حطيتها؟ والله ولا شفتها، والله العظيم ولا شفتها، بالشبك من فوق. وقفت قلبي يا علاء. قال بدي والله تضيع. هلا اذا سجل بيربح ايران، هلا اذا سجل بيربح. يعني المدني 120 دقيقه عم تتالق بالمباراه، ضربه ترجيح واحد شيلها شيلها شيلها. يلا شيلها، انه كل الدول العربيه راحت، كل الدول العربيه راحت، مو ما ضل حدا، ما ضل حدا الا سوري لازم يربحها. صد صد واحده، صدك واحده، صدك واحده. كل دول عربية راحت والله العظيم. شفتها برا يا حرام، شفتها برا والله. لازم انا كمان يا حرام. يعني هلا وصلت تحدى اليابان، يعني اليابان نحيل. كان بده سوريا يتصل النهائي. يعني والله حرام حرام. حرام والله العظيم، حرام حرام.
حرام يا فهد يوسف، الله يسامحك على طاب الكمبيوتر. يا حرام والله حرام. عن أخت هارلوك بصعوبة إيران تعبر دورة 16 بعد أن بلغت المباراة ركلة التسديد. هارلوك تسجيل إلى كل التسديدات لايضا، وإذا تمكن الحارس علي رضا من التصدي لتسديدة فهد اليوسف التي فهد اليوسف طب فهد اليوسف لاعبي المنتخب السوري. ألف مبروك للمنتخب الإيراني، حظاً للمنتخب السوري الذي قام واجتهد وحقق منجزا كبيرا. كل الطابة كانت محبة بالصوت الأول، كل الطابة محبة بالصوت الثاني كمان، بس بالدرب سجاء هارد لك.